بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكل متابعي قناة مسيو بحباح التعليمية على اليوتيوب. إذا في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتعرفوا على لا فونكسيون سوم برود. هاد الفونكسيون هادي غادي تحل لي واحد المجموعه ديال المشاكل كي كتشوفوا معايا دابا في هاد الطابلو هذا اللي عندنا هنايا، وديجا كنت خدمت عليه بزاف ديال المرات معاكم. عندنا مجموعه تاع لي برودوي، وهنا عندنا لي فوندور او رجال المبيعات، عندنا الكميه وعندنا ثمن كل منتوج اللي تعودنا حنا عليه واللي متعودين عليه كاع الناس، وانهم هنايا تيديروا المجموع اللي هو الضرب تاع الكونتيتي او الكميه ضرب الثمن. هذا كنا تعودنا عليه، وبيان سور غادي نشوفوا دابا على السريع. كنا كنديروا يساوي وكنكليكو عند الكونتيتي فوا البري يونيتير، تندير اوكي وتنجي من هنا حتى لهنا تندير ليها غوكوبي على هذا الشكل هذا. لاش الا بغينا هنا نكالكوليو المونطون توتال، فكي كتشوفوا معايا كنا بغينا نكالكوليو هنا المونطون توتال، كنا كنمشيو مباشره هنا الفوق عند سيغما تنكليكي عندها وتندير اونتري. سيستم كيتكلف كيدير ليا لا سيليكسيون، كندير انا غير اونتري هاد الريزولت. دابا اذا بغيت انا نستغنى على هاد الكولون كامل نستغنى عليه، يعني بلا ما نبقى نحتاج لهذاك المونطون باش نكالكولي لتحت المونطون توتال، لا فونكسيون سون برود هي اللي غادي تحل لي هاد المشكل هذا. دونك انتبهوا معايا، هاد التوتال هذا، هاد التوتال اللي كتشوفوا ولا هاد المونطون توتال اللي كان عندنا، وهاد الشيفر دافير اللي كان عندنا هنايا، فساهل باش اننا نجيبوه بلا فونكسيون سون برود. شنو غندير؟ غنكتب هنايا يساوي ونكتب السميه تاع لا فونكسيون سون برود كي كتشوفوا معايا هي التحتانيه، غنمشي عندها ندير فيها دوبل كليك. تيعطيني هو هنايا السانتاكس ديالها او كيعطيني لي زارغيمون ديالها هنا لتحت، تيقول لي هنايا ماتريس ا ماتريس دو ماتريس 3، يعني نقدر ندير لا سيليكسيون تاع مجموعه تاع النطاقات وباش ندير لهم مثلا واحد الجمع ديالها. شنو غنقول لي انا هنايا؟ مباشره غنمشي نسيليكسيوني ليه لي كونتيتي كاملين على هذا الشكل هذا، وغندير الضرب وغنجي نسيليكسيوني هنا لي بخي انيتير كاملين. مزيان، عوض هنا كنا كنخدمو كنسيليكسيونيو هذا بوحدو ونديرو ليه الضرب ديال هذا، وعاد كنجيو هنا نديرو ليه كوبي، لا فونكسيون سون برود تتقول لك سيليكسيوني ليا كلشي داكشي اللي كاين هنايا، وسيليكسيوني ليا كلشي دوك لي سيلول اللي كاين هنايا، سد القوس دير اونتري غنعطيك الريزولتا ديالها مباشرة. وكي كتشوفو معايا فالريزولتا اللي خرجت لنا هنايا هي نفسها اللي كاينه هنايا. دونك في هذه الحاله شنو درت؟ لا فونكسيون سون برود خلاتني نستغنى، نقدر نستغنى على هذا الكولون هذا، نخرج التوتال بلا المونطون توتال ولا شيفر دافير بلا ما نحتاج نخرج هذا لي مونطون هذا. دونك هذه الحاجه الاولانيه. غنشوف معكم حاجه اخرى عاوتاني، اذا بغيت في هذه الحاله هنايا غير التوتال ولا شيفر دافير ديال واحد الفوندور، انا غنجي هنا هادو هما لي فوندور اللي كاين عندي، غنجي هنا غنكتب السميه تاع شي واحد، مثلا غنكتب السميه تاع احمد، واحد الفوندور عندنا هنا السميه تاعو احمد. دابا انتبه معايا شنو غنقول ليه، غنقول يساوي وغنكتب السميه تاع لا فونكسيون اللي هي سون برود، نهبط ناخذها من تحت هنايا. هنا الماتريس الاولاني غنفتح واحد القوس وغادي نمشي نسيليكسيوني لي كونتيت اللي كاين عندي كاملين، نسد القوس ديالهم ونقول ليه الضرب ديال اش، نفتح قوس ونسيليكسيوني لي بري يونيتير اللي كاين عندنا هنا كاملين ونسد القوس ديالهم. انا زديت القوس ديال البري يونيتير وغنقول ليه عاوتاني الضرب، ندير علامه الضرب، وهذه المره غنمشي نسيليكسيوني ليه لي فوندور اللي كاين عندنا هنا كاملين، باردون نفتح واحد القوس ديالهم حتى هما باش ما يوقعش ليا مشكل، نفتح واحد القوس ونمشي نسيليكسيوني لي فوندور اللي عندي كاملين هنايا ونقول ليه كيساويو، يعني غادي تمشي دير تجمع ليا المجاميع غير ديال هاد لي فوندور اللي كيساويو هاد السميه اللي عندي هنا اللي هي احمد. غادي نسد القوس الاولاني ديال هاد الماتريس هذا، وعاد نسد القوس الكبير ديال لا فونكسيون سون برو. اذا درت اونتري كي كتشوفوا معايا فهو جاب لي هنا الريزلت اللي هي 23 هي 2365. انا غادي نوريكم كيفاش نتاكدوا على ان هاد الريزلت هذه صحيحه، غير صبروا معايا نمشي نكالكولي لي برودوي تاعهما وغنعاود نس ناكد لكم هنا علاش خرجتنا هاد الريزلت، وغتشوفوا كيفاش تخرج انها صحيحه 100% وان هاد الفونكسيون اللي هي سون برو فهي عجيبه وعجيبه جدا. غندير هنا يساوي سون ونهبط نختار فونكسيون سون برود على هذا الشكل هذا، ونفس الشيء غنفتح واحد القوس باش نسيليكسيوني ليه لي كونتيتي اللي كاين عندي على هذا الشكل، وغادي نسد ليهم القوس ديالهم وندير الضرب ونفتح قوس تاع البري يونيتير او ثمن الوحده، نسيليكسيونيهم حتى هما ونسد ليهم القوس ديالهم وندير علامه ضرب. وهذه المره غنمشي نسيليكسيوني كاع لي برودوي اللي كاين عندي، عفوا
حتى ما نفتح لهم قوس ديالهم دائما كنسى عليها. نمشي نسيليكسيوني لهم حتى هما لي برودوي اللي كاين عندي هنا كاع كاملين ونقول ليه كيساويو، يعني غتجيو لي غير المجاميع تاع هادو اللي كيساويو هذا البرودوي اللي غيكون مكتوب هنايا. شوفوا معايا المره اللي كتبت لكم هنا احمد، دابا ما كتبت والو هنايا، علاش؟ باش تعرفوا على ان في الميكروسوفت اكسل راه دائما كنشرحها وتنعاود نشرحها وتنعاود نشرحها. في الميكروسوفت اكسل ما كنتعاملوش مع لي فالور اللي مكتوبين، وانما كنتعاملوا مع لي سيلول، مع الخلايا. يعني هذه الخليه واخا هي خاويه غنقول ليه هنا داك الشيء اللي غيبقاه مكتوب فيها راه هو اللي بغيت تجيب ليا المجموع ديالو، واخا ما مكتوباش، لان من بعد ملي غنكتب عاد غتبان عندي الريزلت. غنسد القوس الاولاني ديال الماتريس وعاد غنسد القوس ديال لا فونكسيون كامله وغندير اوكي، عطاني الزيروات تو سامبلومون. علاش؟ حيت راني مازال ما كتبت حتى شي برودوي هنايا، ولكن اذا كتبت كلمه يو اس بي كوم سا ودرت اونتري كي كتشوف معايا راه جاب ليا الريزلت ديالها. دابا حنا باش نتاكدوا على ان بصح احمد هادو هما المبيعات ديالو ولا هذا هو الشيفر ديال دافير ديال هذا الفوندور هذا ولا هذا هما مجموع الحسابات ديال هذا الفوندور. باش غنتاكد غنوقف هنايا، ركزوا معايا، غندير دابا بطريقه يدويه مانويلمون غنديروها. غندير هنا يساوي وغنجيو نقلبوا هنا فين ما يبان لنا شي فوندور السميه تاعو احمد غنهزوا ليه المونطون ديالو وغنديروا ليه زائد، عمليه يدويه. نجيو هنا عندنا كامل ما نهضروش معاه، زائد زائد احمد، احمد نهزوا ليه الكونتيتي ديالو، زائد هنا خالد ما نهضروش معاه، كامل ما نهضروش معاه، احمد زائد الكونتيتي ديالو، زائد عاوتاني نجيو هنايا كامل ما نهضروش معاه، كمال زائد احمد نهزوا ليه حتى هو الكونتيتي ديالو. باقي عندي شي احمد هنا، باقي عندي حتى احمد. يعني دابا هذيك الفونكسيون اللي كنت انا خدمت بطريقه سهله راه هي دارت لي هذه العمليه يدويا، ان جا هنايا بحال كان كيجمع كل واحد من هذا، ولكن احنا واخا ما هضرناش مع هذا لان احنا قلنا هذه الفونكسيون هذه كتخليني نستغنى ولا نستغني على هذا العمود هذا واللي هو. شوف معايا الا درت دابا اونتري نفس الريزلت اللي كاين الفوق هبطات عندنا هنا لتحت، ونفس هذه العمليه يدويا اذا مشيت درتها على لي برودوي كي كتشوفوا معايا غنجي نقول ليه يساوي، وفي المغرب ديال يو اس بي غندوز نهز ليه المونطون ديالو. دونك هنا ما نهضرش مع هذا يو اس بي، غنختار ليها هذه ونكليك عند زائد، هنا عاوتاني ندوز نختار هذه زائد. هنا كندير فيها دابا يدويا، هنا كلافي ما نهضرش معاه، هنا هذا ندير ليه توا زائد يو اس بي، عاوتاني فين ما نلقى شي يو اس بي غندير ليه زائد، هنا نلقى يو اس بي غندير ليه زائد. عفوا نسيت ما درتش زائد وحده، ها هو هي هذه. دونك هنا يو اس بي شحال كاين عندي مره زائد هذا، دونك هانتوما نحسب يو اس بي ها وحده جوج ثلاثه أربعة، وهنا حتى هنا عندي ربعه ديال المرات كي كتشوف معايا. دابا درت اونتري نفس الريزلت اللي كاينه الفوق كاينه لتحت، وبالتالي فونكسيون تاع سون برود فهي حلات ليا مجموعه ديال المشاكل. ولا تفكرتوا مزيان، لا تفكرتوا مزيان تقريبا راه كتشبه لا فونكسيون سون سي 11. الى عقلتوا عليها سون سي 11 راه كتشبه ليها، والناس اللي ما حضروش الدرس تاع سون سي 11 خليو ليا في تعليق انك ما حضرتيش ليها، وغنحط لك الرابط ديال هذه الفونكسيون اللي هي سون سي 11، راه هي عجيبه وعجيبه جدا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم، بيان سور غادي تستفدوا، ما تنساوش الاعجاب بالفيديو لدعم هذا المحتوى النافع، كذلك لا تنسوني انا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.